اليوم شمس اليوم داخلة معها أمريكا صفقة في الرازمات هذو اللي عابرات الحدود من أجل توقيف زحف الروسي اللي جاي من عند الجزائر. كيف اللي عدلوا في أوكرانيا؟ كيف الدعم الأمريكي اللي في أوكرانيا؟ بالرغم على أن أوكرانيا روسيا ما هي الجزائر، إلى عادل للدعم الأوكرانية رأي روسيا، أوكرانيا داخل حرب مع روسيا، روسيا رأي هي الجزائر، روسيا دعون صوات الخير يعني الجزائر صحك حق لا تفخيم وتوف وما لينيتا تلتحب اللي لا يفاتش حق سمعنا أن نحن مجتمع نعيش على ذا، نعيش على ذا وخليهم عايشين على ذا إذا مدوا بها يلاقي من أعمارهم وأولادهم واللي منهم جلي تنفهم. السلام عليكم ورحمة الله. الساقية الحمراء واد ذهب 1384، أرحب بك وسهل الفاضل. كتبت هون والله شايف صورة هذه الراشمة، راشمة الصواريخ مداها 120 كيلو متر باستطاعها تهاري ماء على معسكر رابوني. تحيا الله غير تقول حق عندك يا الفاضل. الفاضل الكاميكاز الإيرانية الانتحارية البدائية الرخيصة اللي تسوى 2400 دولار، يعني اهون هي من ثمن سيارة لاند كريزر، تمشي اكثر من 1500، وتقدر تتبع هدفها يعمل وسط نفق، ولا خالقة قبة حديدية ولا صاروخ في العالم قد يعترضها. اهي هذه حد يديرها في المعادلة؟ حد شاك عنه اللي يروي ذراع اهل الصحراء؟ ما يقد لا يورطك لكن ما بي عنه مولانا. الناس اللي كيف قاعد تعود تقيس الحلول السلمية وتقيس الحلول وتحل ذا المشكل، والله حاجلي عن الحرب ما له يمرق منها منتصر. ثانيا الرابوني راهو أراضي جزائرية، إذا قاع ما هي فيه ما هي فيه، وعندي عنها عندها من قوة الردع اللي مثلا عنها تقد اللي مثلا عنها تقد تعترض للصواريخ، ويوقية هذه اللي قطعا عنها الجزائر عندها من الصواريخ اللي البلاصة اللي فيها منظومات تخليها ركان عند دقائق الأولى. مرحبا وسهلا. شفت هذا هو الخطر الكبير اللي عندكم. شفت المقاربة قاعدين في دفاع طيارات، المقاربة قاعدين في دفاع أكثر من 2000 جندي والرازمات والليقارات والليبيس ورابط حزام أمني جاهز بجهزة الرادارات وبجونيومتر وبرازمات صواريخ وطائرات استطلاع، يعني هذا هو. ثانيا حسنا قلت قاع وربما يعودوا فوق زينا عنديك، وربما يعودوا فوق وفوق عليهم السارة وتود فنمك على المقاربة. راهم شارين صفقة منظومة الدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيرة باراك ام اكس، شارين هاد الايامس هذا تعود في علمك. وراني طرحت لك المنشور اللي ناشر للراثون. اظن عنكم الاحداث معكم متبعينها، والله متبعين منها هذا اللي في الجروبات. حد متبع هذا اللي في الجروبات حق بعد قاربه يا خالي يا خيام ومذاري، احنا قريتنا لا شرتل، واحنا لا بين الموالي للبوليزاري وموالي للمقاربه، هذا هو اللي تتبع في الجروبات، هذا هو اللي موجود في الجروبات. وشفت قريبي تبع بليدون ما في قاع حد موالي لحد، انت والله ما لك موالي للبوليزاري، وانا والله ماني موالي للمقاربه بكل، انت والله ما لك وزيش للبوليزاري، وانا والله ماني وزيش للمقاربه، وفطن بعد اللي ما خلاني نزيشي الا قلت تطلوص فيديشي، الا قلت تطلوص فيديشي، انا يعني لو كان مطلوصين فيدي هذو درونات ما دال الموضوع حسمته، قاع ما كان مطلوب فيدي الا في لاق واحد من العليات، ما دال الموضوع حسمته
فهمتني؟ وانت والله ماني عارف ذاك مسكنك كان وقلت تطلص في ذاك الشيء والله قاعد لا حتى قاعد اطلص في ذاك ما في ذاك الشيء والله ما خالك شيء يطلص في ذاك. عموما حد يخرص لها الوضع خرص لها الوضع الخالي. ثالثا المغرب داخل صفقة راعيها لما شالك هذيك الايام مشيت مرقت من جريدة الرضون ضد شراء منظومة ضد منظومة باراك ام اكس ضد 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 الصواريخ الهجومية والطائرات هذه المسيرة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك مسهل. هذا مولي موضوع المينورسو اللي حتى هو عينة من جص النبط، والعالم كله يخرص اللي عند الثاني شنو هذا اللي قالوا المغرب كان جاد عليه وشاك عند اللي قالوا المناطق المحررة عنها خاوي ومعلوماته يقبضها بالتكنولوجيا، والتكنولوجيا الرادارات يشوش عليهم اللي ما تلاقوا يشوفوا شيء، والكاميرات ما تلاقوا يشوفوا شيء، وما شفتوه يبط زرع واخضر بوليزاريو ملي وهمتوا بذاك ما شيء عندها قايل جد عليه ذاك. كيف مثلا انها هذا اللي شاك عن طائره بدون طيار عنها ما عنها ما خالي عنها ما خالك شي طيح لا مخليته بها لا راهو لا راهو تم قانع بها راسه كيف قد تخلي. وجاو المينورس وكاسرين قاع الوقر نعطي لهم معلومات على الاراضي المحرره عنها ما تلي فيها حد. عند باجا ومارقين 3 كيلو انطرحت عليهم 18 سيوطة فيها الرجال ومسلح. ايه 3 كيلو ما هم عالمين بهم. وبالتالي هذا اقبال من اللي يجعل العالم عنه مثلا عنه يرد التخمام في هذا اللي متبارك معاه، والعالم مفروض عليه عنه يجيس حل سلمي. ها والله والله لاه ينفرض حل بالقوة العسكرية. قلت وأعوذ بالله من كلمتان الساغية الحمراء والذهب ما خلق شيء مستحيل وضع في السب أقواها، وهذا اللي ينقاله الكتلة الشرقية عاد تقع تتباع اللفظ اللي ينقاله التكنولوجيا. يعني تعطيني تكنولوجيا طائرة بدون طيار نعطيك مثلا عني تكنولوجيا صواريخ الفرط الصوتية. على سبيل المثال هذه قاذفة اللهب اللي دخلت طريق لها اسبوعين دخلت في اوكرانيا اللي هي تحصد الارواح اللا دبابة وعليها منصة صواريخ كيف ذي اللي على الاورغستالين على عربات الاورغستالين هاو اللي عندنا يا غير هي مديورة على دبابة وصاروخها منين يعدل انفجار هاي واللي وعنده مساحة اللي فيها من الأكسجين كامل ينحرق يعملوا ذا اللي فرية الجندي. هذه مولي تكنولوجيا داخل الحرب الروسية ما هي تكنولوجيا روسية يا غير هذه ضريك يخصنا نفهم عن الدولة اللي معدد التكنولوجيا أراهي قبض التكنولوجيا حتى هي مقابلها. وبالتالي المستحيل ما هو خالق، والعالم مثلا عنه كامل فيه المهندسين العسكريين يا غير لا بد من حد بالعلم عن إيران. هذه أراهي بداية الثمانينات الشبويك كذا ما كانت تصنع يا غير عدلت هذه النقلة سبحان الله واكتكفت عليها وصارفت فيها وزقلت فيها ونجحت.